اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتنمير. طبعا يا جماعة عشان انا قربت من 10,000 مشترك، اعداء النجاح مش عايزين يسيبوني في حالي، فبلغوا على الجروب بتاع تفجير وتدمير على الفيس وقفلوهولي، وبيظهر لي الرسالة ديت لما اجي افتح الجروب بيقول لي جروب هاز بين ديسيبلد عشان بيخالف قوانين الفيس ومش عارف ايه وكلام كتير كده. هسألكوا سؤال يا جماعة، الناس اللي عملت كده انا هسألكوا سؤال، انتوا استفدتوا ايه؟ انا خسرت ايه؟ انا ما خسرتش حاجة، جروب 300 عضو والاعضاء دي اغلبها موجودة في الجروب التاني اللي هو جيمرز اللي هو قرب 80,000، واغلبهم موجودين على صفحتي البروفايل. فانتوا استفدتوا ايه؟ انا خسرت ايه؟ انا ما خسرتش حاجه. انتوا استفدتوا ايه؟ ما استفدتوش حاجه. الجروب الوقت الفيس طالب مني ان انا اعدل اسم الجروب والوصف واغير الصورة والغي البوستات المخالفة. انا غيرت اسم الجروب سميته فادي عضلات، قلت جايز كلمة تفجير وتدمير كلمة عنيفة شوية، الفيس معتبرها كلمة عنيفة، قلت اغير، والكفر شلته خالص، وان انا الغي البوستات هبقى الغي البوستات وارجع افتح الجروب من جديد. المشكلة ما خسرتش اي حاجة، عندي جروب غيره 80,000، عندي صفحة البروفايل فيها 5,000 صديق وفولورز بالهبل، وعندي ناس كتير بعت لي اضافة لسه ما ضفتهاش عشان انا مقفل 5,000، عندي كذا اكونت تانيين. فانا خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجة فعلا. الناس دي مش هتعرف تعمل معاها حاجة، حرفيا مش هتعرف تعمل معاها حاجة. بص، صعب ان انت لما تيجي تتعامل مع واحد عنيد زيي، صعب انك تعرف تضايقه، ان هيعرف يلف من كذا اتجاه لغاية ما هيوصل برضه اللي هو عايزه. يعني انا طبيعتي يا جماعة ابقى ماشي مثلا في طريق، الطريق ده اتقفل هشوف غيره، هتحط قدامي سد حتى هنط من فوق وكم، يعني انا مش هتعرف توقفني من الاخر وهوصل. شكرا لكل الناس بجد اللي دعمتني واللي ساعدتني في ان انا قربت قوي من ال 10,000 مشترك. انا خلاص ما عادش الا يعتبر 200 مشترك وبقى قفلت ال 10,000، ودي بصراحه بالنسبه لي مبدئيا انجاز رهيب. ناس كتير اصلا ما كانتش متخيله ان انا اوصل ل 10,000، فده انجاز رهيب بجد. يعني انا في قمه سعادتي صراحه يا جماعه، يعني مش عارف اوصف فرحتي ازاي. وزي ما انتم شايفين يا جماعه انا بدات انفذ طلبات قهوات، الناس طلبت مني جاتا في اونلاين، فانا بعمل جاتا في اونلاين. بتاسف لكم بس على الكام فيديو اللي كان صوتي فيهم واطي والاضاءه مش حلوه، لان دول كانوا قبل ما اجيب السوفت بوكس وكنت بسجلهم في وقت، يعني كانوا نايمين في البيت ما كنتش عايز ازعجهم، ما تلاقوش فيديوهات مش كتير اللي من النوعيه ديت يعني. بس وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد. سلام.